قررت من البداية ما نطول القصة ونفوت على السريع نعرفكم على القائمة. هني كان مسلسل وكان فيلم، فكمل الواجب معنا والله يرضى عليك. انزل اضغط اللايك، جهز لي حالك للقائمة بعد الانترو. في توضيح بسيط بخصوص الحلقة الثالثة من مسلسل The Last of Us، ما نزلنا عليها مناقشة لأنه ما فيها شيء مهم، 90% منها عن الشواذ، فاحتراما لنفسي وإلكم أيها العظماء عشان ما أهز بدني وبدنكم الله يهز بدنهم، قررت ما أحكي عن الحلقة. إيه القرف ده يا جدعان؟ في إيه؟ تعالوا نحكي هلأ عن أبرز أعمال فبراير. بالمسلسلات اللي رح ترجع بمواسم جديدة عندنا قائمة قوية. أولا يوم 8 فبراير رح يعرض الموسم التاسع والأخير من مسلسل ذا فلاش. ثانيا يوم 9 فبراير رح تعرض نتفليكس القسم الأول من الموسم الرابع من مسلسل يو واللي رح تدور أحداثه بإنجلترا. ثالثا بعد 3 سنين ونص تقريبا من عرض الموسم الأول رح يتم عرض الموسم الثاني والأخير من مسلسل كارنيفال رو. أما رابعا يوم 26 فبراير رح يتم عرض الموسم العاشر والأخير من المسلسل الرائع ذا بلاك ليست. وبالنسبة للأفلام اللي رح تنعرض بالسينما، القائمة مو كتير كبيرة، بس أهم 3 أفلام هن: فيلم مارلو بطولة ليام نيسون، فيلم جريمة وغموض بتدور أحداثه بأواخر الثلاثينيات لما بيتم تعيين المحقق فيليب مارلو للتحقيق باختفاء عشيق سابق لوريث غني. الفيلم الثاني معنا هو فيلم مارفل أنت مان أند ذا واسب كوانتومينيا، الفيلم اللي من المفترض يكون انطلاقة المرحلة الخامسة بعالم أفلام مارفل واللي رح نتعرف فيه على فيلم المرحلة الخامسة والسادسة كانغ ذا كونكرر لما رح يصير فيه مواجهة ما بينه وبين سكوت لانج. أما الفيلم الثالث معنا هو فيلم كوكايين بير من إخراج إليزابيث بانكس بطولة راي ليوتا وكيري روسيل، مستوحى من أحداث حقيقية صارت عام 1985 لما أحد الأشخاص اللي بنقلوا المخدرات بتخلص من حمولة كوكايين بأحد الغابات، فبيلاقيها دب ضخم بدوقها أو بياكلها بصير عنده حالة من الهيجان، بصير بده كمية أكبر، فبصير بيبحث بالغابة وبيهاجم كل شخص بيلاقي. The bear, it fucking did cocaine. أما على صعيد الأفلام اللي رح تتوفر على المنصات الرقمية هذا الشهر كونه في عيد حب، رح تلاقوا المنصات عندها كتير من الأفلام الرومانسية وبالموقع حطينا القائمة كاملة روحوا شوفوها، لكن هون رح نختار لكم قائمة منوعة من كل التصنيفات. ونبدأ بالفيلم الأول وهو فيلم Your Place or Mine، فيلم بطولة ريز ويذرسبون وأشتون كوتشر عن صديقين مقربين بتبادلوا منازل بعضهم لمدة أسبوع. هذا الشيء اللي بيخلي كل واحد منهم يشوف حياة التاني بشكل مختلف، بيخليهم يتقربوا أكتر وممكن يحبوا بعض. الفيلم حتوفر على نتفليكس ب 10 فبراير. انا بصراحه رايح اشوف الفيلم كرمال ريز، يعني لو بتعمل فيديو طبخ بدي اشوفه. So what are you gonna do? تاني فيلم معنا هو فيلم شاربر، فيلم بطولة مجموعة من النجوم مثل سبيستيان ستان وجوليان مور وجون ليث وغيرهم. الفيلم رح يعرض على أبل تي في بلس ب 17 فبراير وبيحكي عن شخص محتال بيحاول التغلغل ضمن مجتمع الأثرياء منهاتن لتنفيذ خطة براسه. أما ثالث فيلم معنا فهو الفيلم الكوري Unlocked اللي رح ينزل على نتفليكس كمان ب 17 فبراير. الفيلم بيحكي عن بنت بتضيع جوالها، فبيلاقيه رجل خطير بيقدر يزرع فيه برامج أو أدوات تعقب بيرجع لها إياه ليقدر يراقب كل تحركاتها. أما رابع فيلم معنا فهو فيلم We Have a Ghost بطولة ديفيد هاربور وأنتوني ماكي عن عائلة بيلاقوا عندهم بالبيت شبح لطيف غريب غامض، بعد ما يصوروا بيحققوا شهرة كبيرة بيصيروا مستهدفين من قبل وكالة حكومية غامضة. فيلم رح ينزل على نتفليكس ب 24 فبراير. وهلأ صار وقت المسلسلات الجديدة اللي رح تنعرض بفبراير. القائمة يعني مو كتير محمسة لكن فيها كم مسلسل عليهم العين خصوصا المسلسل الثالث. أول مسلسل هو مسلسل دير أدوارد، مسلسل رح يتوفر على أبل تي في بلس ب 3 فبراير، بيحكي عن إدوارد الناجي الوحيد من تحطم طائرة، طريقة تعامل هالطفل اللي عمره 12 سنة مع الحدث والعلاقة اللي بتجمعه مع عائلات الضحايا. And that is the truth that will never go away. So
تاني مسلسل هو المسلسل الكويتي الصفقة اللي رح ينزل على نتفليكس ب8 فبراير. مسلسل مبني على قصة حقيقية عن رائدتي أعمال كويتيات بيدخلوا مجال البورصة الكويتية خلال ثمانينيات القرن الماضي، فبيعملوا موجة تنافسية مخيفة ضمن بيئة عمل بيسيطر عليها الرجال. ترقب إلى العمل نص نص، لكن رح نشوفه بتمنى يكون عمل نفتخر فيه كعرب. 5500 سهم، أنت شايفني واقفة هني من زمان. أنا ما شفت أحد. أنت اللي شفتني؟ أما ثالث مسلسل وبرأيي أهم مسلسل جديد بالقائمة هو مسلسل The Consultant اللي رح يتوفر على أمازون برايم 24 فبراير. مسلسل بطولة الأوسكاري كريستوف وولتز ونات وولف وغيرهم عن شركة تقنية للألعاب بتقوم بتعيين مستشار جديد لتحسين أعمال الشركة. هذا المستشار الجديد اللي اسمه ريجوس باتوف بصير يحط تحديات أو مطالب للموظفين بتخليهم مو عارفين كيف يتصرفوا، خصوصا أنه بعض الاختيارات رح تكون لها تأثير كبير عليهم. روحوا شوفوا إعلان المسلسل بتلاقوه بالرابط بأول تعليق. الإعلان بخليكم تترقبوا المسلسل بشكل كبير. هاي كانت قائمتنا يا غوالي، بتمنى تكون نالت اعجابكم. خبرونا عن المسلسلات اللي حابين تشوفوها والافلام غير فيلم ريز ويذرسبون. تابعونا على كل وسائل التواصل الاجتماعي، بس ابحثوا عن عرب ويرز اي منصة تواصل اجتماعي بتلاقونا. بشوفكم الاسبوع الجاي باذن الله. سلام.